رئيس الوزراء يكلف بسرعة دراسة الوزارات المعنية لاستراتيجية تعظيم سياحة اليخوت بحد أقصى نهاية الشهر الجاري. مصر تشارك في الاجتماع الأول للمنتدى الدولي للتعاون في مجال اللقاح ضد فيروس كوفيد-19. وقوافل المبادرة الرئاسية نور حياة تستقبل 3000 مواطن على مدار يومين. موجز الأهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهار. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات والجهات المعنية بسرعة دراسة استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت بحد أقصى نهاية الشهر الجاري للبدء في تنفيذها طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على تعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم. وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن بهدف توحيد جهة الولاية وتحقيق التنمية المتكاملة. شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في الاجتماع الأول للمنتدى الدولي للتعاون في مجال اللقاح ضد فيروس كوفيد-19 برئاسة وزير الخارجية الصينية، والذي عقد من خلال وسائل الاتصال المرئية. وألقى الوزير شكري كلمة خلال الاجتماع أكد فيها على التزام مصر بالاستمرار في المشاركة بفعالية في كافة الجهود الدولية لتعزيز النظام الصحي العالمي بطريقة تضمن أن تكون الدول الأكثر عرضة للأمراض مجهزة للتعامل مع التحديات الصحية العالمية. أطلق صندوق تحيا مصر صباح اليوم قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى المواطنين، وذلك في قرية الشمع بمركز أشمون بمحافظة المنوفية ومركز شباب سليم في حي الأربعين بمحافظة السويس وقرية صفت أبو جرج بمركز بني مزار بمحافظة المنيا. هذا وستواصل القوافل عملها على مدار اليوم وغدا لتستقبل نحو 3000 مواطن. نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة لعدد من طلاب الجامعات للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بواقع زيارة يوميا طيلة فترة إقامة المعرض. وعلى جانب آخر تم تنظيم مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة القاهرة بكافة أجهزتها التنفيذية ومديرية الأمن، كما تم عقد العديد من دورات التربية العسكرية لطلبة الجامعات والمعاهد المصرية على المنصات الإلكترونية للجامعات. هذا وقد قامت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الذكية لرفعة شأن مصرنا الغالية. كان هذا موجزنا الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار. إلى اللقاء.